في ظل ما تتوفر عليه منطقتنا العربية من إمكانيات ومقدرات طبيعية وبشرية ومالية هائلة تؤهلنا أن نكون فاعلين في العالم كقوة اقتصادية، لا نقبل أن يقتصر دورنا الاقتصادي على التأثر، ولا بد من استرجاع الثقة بأنفسنا ليكون لنا تأثير في المشهد العالمي والاقتصاد الدولي، لا سيما أن احتياطنا النقدي لبلداننا العربية يعادل دخل احتياط أوروبا أو مجموعات اقتصادية آسيوية أو أمريكية كبرى. وعليه يتعين علينا جميعا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية.